मोहतरम हजरात आप लोग इत्मीनान से बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। كيف حالك يا اخي الكريم؟ بخير وعافيه والحمد لله على كل حال. اهنئك بمناسبه الذكرى السنيه للشيخ مخدوم العالم علاء الحق والدين ابن اسعد اللاهوري البندوي، وارحب بك في جامعتنا بقلوب تفيض برحيق المحبه وافئده تنبز بالموده وكلمات منتفعه بروح الاخوه. نحييك يا اخي الكريم. شكرا جزيلا على الترحيب والكلمات الجميلة الرائعة. ما اسمك يا أخي الكريم؟ وهل أنت دارس في هذه الجامعة؟ عفوا لك، اسمي محمد انضمام الشاه أبو الفتح السيد محمد مجتبى أشرف الأشرفي الجيلاني الملقب بأشرف الأولياء نفر الله مرقده سنة 93 و900 ميلادية، وبعد أن كملت 26 عاما لخدماتها التعليمية والاجتماعية القيمة، الآن هذه الجامعة الوحيدة تقدم البرامج الدراسية المختلفة الرائدة في العصر الحاضر للحصول على درجات علمية إسلامية وحديثة. وهذه الجامعة تشتمل على شعب شتى في القارة الهندية. ما شاء الله، حصلت لي معلومات مهمة عن هذه الجامعة العالية. أدعو الله تعالى أن يجعلها من أكبر الجامعات في العالم ويحفظها من الحاسدين. هل تحب أن تذكرني نبذة عن المؤسس؟ بلى، هو فضيلة الشيخ السيد محمد مجتبى أشرف الأشرفي الجيلاني، عالم هندي وخطيب سني، يعد من أعظم العلماء في الهند في القرن العشرين، بايعة العلماء والشيوخ في عصره على عمارة الأولياء، فلقب بأشرف الأولياء، وكان صاحب موهبة علمية فذة، وخطابة مؤثرة، وقلم سيال، فدائما كان الفكر يتدفق عليه كالنهر الجاري، ولهذا كان من أخصب الشيوخ، فبلغ نتاجه الفكري ما لم يبلغ تقريبا عالم وشيخ في عصره. وأسس عددا كبيرا من المدارس والجامعات، وبنى عدة من المؤسسات الدينية والجامعات الإسلامية عددها إلى ما يتجاوز 500 أو أكثر. ولد في أسرة دينية علمية المعروفة بالأسرة الأشرفية بقرية كشمشة المقدسة من ولاية أترا براديش سنة 46 و300 ميلادية، ونشأ بها في الثقافة الإسلامية والحضارة العلمية. وإذا بلغ 4 سنوات و4 أشهر و4 أيام من عمره، قرأ على يد جده فضيلة الشيخ السيد علي حسين الشهيد بأعلى حضرة أشرفي مياه، ثم درس مبادئ القراءة والكتابة في المدرسة الأشرفية، ثم ذهب إلى الجامعة الأشرفية بمبارك فور أعظم جهد في الدراسة العليا، واكتسب هناك من العلماء الكبار والفقهاء العظام، ثم وظل يستفيد منهم جمة حتى نضجت قريحته في العلم والحكمة، نبغ في التصوف، نبغ في الفقه والتصوف، اشتهر خطيبا مؤثرا وداعيا الى الله تعالى، وكانت له يد طولى في اللغة العربية والفارسية حتى كان قادرا على التكلم بهما. سافر الى العرب والعجم، واذا كان يسافر الى بلاد العرب كان يتكلم باللغة العربية الفصحى. اسلم على يديه كثير من الناس في مناطق بوتان وغرب المنغال وراجستان وفي بلاد اخرى ايضا. ومن مآثره العلمية العظمى مخدوم أشرف ميشن التي نتكلم فيها الآن، أسسها سنة 93 و900 ميلادية، وخدماته الدينية والتعليمية والاجتماعية والبنائية واسعة جدا، وخدماته الدينية
والتعليمية والبنائية واسعة جدا، وأمضى حياته الكاملة على إصلاح الأمة الإسلامية ونشر التعليمات الإسلامية، حتى توفي 21 من ذي القعدة سنة 1400 من الهجرية الموافق 20 من أبريل سنة 98 ميلادية. وبوفاته غرب نجم لامع هادم من سماء أهل السنة والجماعة. شكرا جزيلا وبارك الله تعالى في علمك وعملك وعمرك. عفوا لك وإلى اللقاء.